السيد الرئيس، السيد القائد المحترم، السادة الأعضاء المحترمون، السيدة والسادات، السادة رجال الإعلام. السيد الرئيس، مركز تعبئة الغاز وحدة تحتاج مهمة توفر هذه المادة ضرورية في السوق وتأمين حاجيات السكان والمواطنين. إن الموقع هذه المركز داخل المجال الحضري السيد الرئيس، وقرب ساكنة هو أمر يهدد سلامة المواطنين. وقبل مناقشة هذا الموضوع يجب أن نعرف ونطلب كيف يشتغل هذه المركز، وهل يتوفر على شروط سلام. دابا نكون معك السيد الرئيس. دابا نخدم معك العربية السيد الرئيس. شوف سيد الرئيس هذا المعمل ديال الغاز الوقت اللي ندار ما كانش المسيره واحده، ما كانش المسيره جوج، ما كانش القط واحد والقط جوج والقط ثلاثه، وما كانش الحي الصراع عنده القط ثلاثه. اصبح انا شفت الحي الصراع كاين الرموقات الكبار وكاين الرموقات ديال السيتان. دابا جات حتى هذا المعمل ديال الغاز جا شاف الطريق الرئيسي اللي كتربط ما بين الحسومه والوتون، الطريق اللي كتربط ما بين الحسومه والوتون، وجات مع القنطره. راه الا بغي يدور بجوج رموقات راه ما تجبرش فيه الدور. المشكل اللي كاين السي الرئيس وهو البوطاكاز ما كايناش داخل المعمل، كلها على برا، لا في الكاميونات ولا في الطروبيات ولا في الوالد كلها. ومن هنا كنشكر السيد القائد المقاطعة الرابعة، السيد كيدير واحد المجهودات كبيرة كل صباح كيجمع هذوك البوطات، يجمع الكاميونات باش يدخلوا لداخل. أنا ما عندكش حتى المحل صغير، المحل ماشي كبير، كلشي على برا. وأنا كنقول لك السيد الرئيس، راه شوف خصك تعرف واحد الحاجة السيد الرئيس مهمة، وأنا كنشاهد السؤال ديالي السيد القائد ومنسي السلطة المحلية. لأن هاد صحاب الغاز ملي كيمشيو للحوانت شنو كاين داك؟ شي بوطا فيها الديفو ولا كتبيردي شنو كاين؟ كيرجعها عامرة، كيرجع ما كيديرلهاش الكوشون، كترجع وكترمى تما. راه هي الحاضر الله سبحانه وتعالى، وأنا كنقولها وراني زعما أنا كنقولها وكنحمل المسؤولية لا للمنتخب ولا للسلطة المحلية. راه إلا وقعت شي كارثة راه غادي تكون كارثة فتازة. أنا غير كنقول السيد الرئيس، لأن داك البوطات اللي كيرجعوا عامرين من الغاز وكيتحطوا تما، ما كاينش سيكوريتي، ما كايناش. راه الا جا شي واحد ورمى بوت ديال الكارو، واش غادي تجي الوقايه المدنيه؟ واش هاد البوطه واش غادي حتى تسير الوقايه المدنيه؟ واش غادي البوطه الصغيره والكبيره ونسيت لها، وما كاينش سلامه كاع. دابا سيد الرئيس، هذا المعمل شوف هذا المعمل البوطه ما عندوش شروط. شنو هو الشروط؟ ما عندوش سيكوريتي. شي في الواد كاين الناس كيدردو تما كيكملو. راه الا بقعت انا كنقول لك، انا وصلت يا سيدي الرئيس، راه الا ما شفناش الحل لهذا معرض الغوطه راه غتبقى شي كارثه ولا قد بالله. وشكرا سيدي الرئيس. توضح لمجلس الموقع، راه كتب سي ثلاثة مرات ولا أربعة مرات. شنو كتب؟ لأن هذا المعمل ديال الغوطه كيشكل خطورة على الساكنة. وكتب ثلاثة مرات. شنو قال؟ قال بأن الريحة ديال الغوطه كتوصل حتى لقوت ثلاثة. هادشي حنا عندنا معطيات عليه وكنعيشو مع السلطه. وانا قلت لك كنشكر السيد المقاطعه على الراس، لان عندنا بزاف اللي كاين، كاين هاد المعطيات وكاين عند السيد القائد المقاطعه على الجهه اللي معنيه بالامر. وشكرا سيدي الرئيس.